وأشار الرئيس السيسي إلى أنه بموجب المتغيرات العالمية كان من المتوقع أن تكون الأسعار أكثر ارتفاعا، لكن الإجراءات الحكومية ساهمت في كبح هذا. ودلل الرئيس السيسي على ذلك بارتفاع التضخم الكبير لدى الدول الأوروبية. خلي بالكم، المفروض أن الأسعار في مصر تبقى أكثر من كده بكتير، وأنا والله مش بقول كده بجامل الحكومة يعني. وحديكم مثال، هو النهاردة الدول الأوروبية والغربية، ودي كانت لا ما كانتش كان من ضمن معايير الاتحاد الأوروبي إن أبدا معدل التضخم لا يزيد عن 2%، مش كده؟ ده ودي ثوابت عندهم سنين طويلة، يقعدوا كده بال 10 وال 15 سنة بكل المتغيرات الدولية. النهاردة لما يبقى في حد بعض الدول 5 وفي بعض الدول 9 وبعض الدول 11، أنا بتكلم على دول غنية وعندها أنظمة مستقرة، أنظمة يعني إدارية وسلاسل غذاء وتسعير وحوكمة، ده كل ده ومش كده وبس، وما عندهاش عامل مهم جدا جدا موجود عندنا، هو عامل النمو السكاني. في دول بقى لها 40 سنة عدد سكانها ما زادش، وبالتالي ده عامل مهم نحطه في الاعتبار. لكن بالرغم من كده هم حصل عندهم نتيجة الحرب التضخم أو زيادة في الأسعار. طب إحنا لو إحنا عايز أقول لكم على حاجة، لو كان تكلفة الطاقة في مصر اتعاملنا بيه طبقا للأسعار العالمية دلوقتي، أنا أتصور إن كانت حصل قفزة كبيرة جدا في التكلفة.